صاحب الجلالة يشوف هاد الناس مساكن، راه ما عندناش فين غنمشيو. زعما الكرام ما بغاوش يكراو لينا، كطلبوا لنا 50 مليون 6. لا قال لي لا، داروا علينا، قالوا لنا انتخبوا علينا نوقفوا عليكم. من انتخبنا على خلوش ما جاش عندنا ما شافش فينا، ما نسمحوش ليه يشوف من حقنا. شوف اخويا الله يرحم لك الوالدين، هذه رساله تنصيفطها للملك، يشوف من حالنا. رحنا بايعين، رحنا بايعين، الله يرحم لكم الوالدين. حلك راه صيفطونا البلاد اللي غطيح فيها الروح، وصيفطونا الولاد البلاد اللي غتشردوا فيها وليداتنا. انا تنقولها وتنقولها، وعاش الملك وعاش الملك وعاش الملك وعاش الملك. راه دخلوا للجنه وشافوا البلاصه، من يدخلوا هما حشموا، ودخلوا عند شي ناس والله العظيم الا تالموا حشموا، وما حشموش عاطيننا حنا جوج بقعة، ما حشموش. حنا كنطالبوا غير بالحق ديالنا، عطاونا سكن لائق بحالنا بحال جميع الناس، بغينا نستافدوا. كاين اللي عنده 5، كاين اللي عنده 10، كاين مسكين ما خدامش، كاين اللي مسكين غير ناعس. حنا بغينا سكن لائق، وهادشي اللي كنطلبوا من سيدنا. لا راه ماشي كلشي بحال بحال، راه عنده اللي عنده الفلوس، راه اللي عنده الفلوس راه شوفوك راه ريبو بشي فحالاته، فهمتيني؟ واش هو غيسيق ليك ولا؟ وما تشتي تشوف فين الاخراني، هاد الناس هادو اللي بقاو هنا في الاخر هادو ما عندهمش، يديروا معاهم اخا شي حل، فهمتيني؟ كما داروا مع الناس الاولين الحل، حنا يديروا معنا الحل وغنمشيو بسلام، فهمتيني؟ اذا السلام عليكم متتبعي قناه صوت العداله، اليوم كنا معكم في واحد الحدث ديال تغطيه اعلاميه بمدينه سلا، بداو بالدرت بالديبو، يعني كما شفتوا معنا الاراء ديال المواطنين، يعني اللي تهدموا لهم المنازل ديالهم، يعني ضواير الصفيح بالذات. كنتمنوا ان شاء الله انها تكون شي التفاته لهاد الناس هادو، وانهم يتمسكوا بالحقوق ديالهم اذا كان عندهم شي حق. السلام عليكم. واش نقول لك ولدي، كاين ايادي خفيه كتلعب في هادشي، ايادي خفيه كتلعب في هادشي، ابتداء من العماله وهبط لتحت، وراكم كتعرفوا بان القايد راه عندنا مقدم، عندنا مشكل مع المقدم. المقدم ما نقولش لك، ما نقولش لك اخويا التراع، دخل في التراع. واللي بغيت نقول هو خاصنا صاحب الجلاله يدخل في هادشي. هادو اعاده النظر، هادو تخصهم عقاب عسير، هادو كيتهتشي اللي كيتسناو. هاد الناس هادو مجرمين اخويا، هاد الناس مجرمين اخويا، والمنظومه متكامله، فهمتيني؟ متكامله، وحنا ما قدوش على هاد الشيء من غير الملك اخويا. الملك ولا يقدر يدخل في هاد الشيء هذا هو، ابتداء من العامل اللي تحت عندنا افراغ اخويا. حنا علاش غادي نتبرعوا اخويا؟ 41 سنه هنايا، 41 سنه بالضبط. فاجئنا هذا الخبر هذا هو ديال الترحيل وغير مشروط، المحكمة كتخملنا بالإفراغ. لا خويا، حنا خاصنا إعادة النظر في هذا الشيء. كاينة الرشوة ومبالغة في الرشوة، المبالغة في الرشوة شي حاجة اللي خيالية، ما كيقبلش الضمير. كاين الناس اللي عطاو 3 مليون هنا 4 مليون، كاين الناس اللي جابوا الناس ديالهم من البوادي وقيدوهم، وحنا ضاربين هنا التاريخ وما استفدنا حتى شي حاجة. كنطلبوا من صاحب الجلالة. كاينين الناس اللي استافدوا من غير بشي، كاينين الناس اللي جاو من العروبية خويا، ما كاينينش، ما كاينينش أسماء. وعندنا أدلة، حنايا واحد 4 ديال البرارق قريبين، واحد مشى بجوج المليون، واحد مشى بجوج المليون أخرى، هادو راه كاينين، كاينين الشوكات. والمشكل وهو أن المدير ديال العمرة تاهو مشارك في هادشي أخويا. واش عمرك أخي شتي شي قايد أخي عنده الجوايد ديال البرا ديال القرعة؟ الجوايد ديال البراقه كاينين في القرعه ديال القايد. شوكات ثمن خيالي 3 مليون، عندنا 3 ديال الضواحي، 3 ديال المليون، 3 ديال المليون، 3 ديال المليون. واش يقولوا بنادم عندك فهمتيني؟ شاف الاخر لقى نص فهمتيني؟ وكاين الناس اخويا اللي ظلموا اخويا، حنا مظلومين اخي، تنطلبوا صاحب الجلاله. الملك فقط هو اللي كيشناو، الملك هادشي خصهم يمشيو يديروه في الحدود اخويا. سير اخويا دابا هادشي في الحدود، حنا معاك، شفتي اللي درتيه في الحدود؟ غندافعوا معاك، انا خوف جنبك. حنا مستضعفين اخويا، ما عندناش قدره، حنا ما عندناش قدره اخويا باش غنواجهوا هاد الناس هادو. هومايا واش عندنا شي حاجه اللي غنواجهوا بها ندافعوا بها؟ ما كاينش شي حاجه. صاحب ما عمرك سلمنا حتى شي حاجه كاع، ما عمرهم مشوا. واش دابا هذا شحال من واحد شنقول لك؟ ايادي خفيه خير ما تلعب في الخفاء. الطريقه ديال الاستفاده كيفاش؟ واش كتستافدوا على وديت الاطفال؟ يعني كيفاش اللي مشاو في النص ولا الافراد؟ الافراد اسره صغيره الى اخره. الى بغيتي تقد راسك شنو هو خاصك؟ خاصك تمشي واحد من العروبيه تدخلوه. يعني هنايا كاينين الناس اللي كاينين الناس دخلوا خويا، عندنا ادله شرعيه خويا وقانونيه خويا، وحنا
تخص محاكمة في هادشي اخويا، خاص محاكمة اخويا وتحقيق شفاف نزيه بكل المقاييس. وعاش الملك. وانا بغيتونا حنا محتاجين هادشي اخويا، خصو دير في الحدود اخويا، حنا محتاجين الحدود ديالنا، خص حنا مساعدين هزونا كاملة ودونا العيون، هزو كاملة ونمشيو للحدود. لكن بالطريقة هادي يا صاحبي هادي يا خي همجية اخويا، همجية ما عندهاش خير حاصل، فهمتي؟ وخاصتهم اخويا وتحقيق تحقيق شفاف مع مهيدرة، تحقيق شفاف الجاسوس الأكبر فهاد القنت هذا هو مهيدرة اخويا. اخويا واش عمرك الشيخي شي شيخي مقدم وقف على اغلى طوموبيل ما وقفش عليها القيد؟ وراه لا اله الا الله، واش راه واضح؟ راه كنضربو اخويا صاحب الجلالة الدخل اخي فهاد الشيء، راه لا قصدي براكتي، راه لا اله الا الله محمد رسول الله، عندي جوج ديال الاولاد، وراه كتعرفو نتوما هاد البنت كيفاش كتمشي، جوج ديال الاولاد وما غاتنساش على الحقوق ديالي بأي طريق باش ما بغي يبغاو. راه يا خي مشي ريبوها اخويا، الا ريبوها اخويا راه غنموتو، كاينه موت وحده كتلزب وغنتحاسبو كاملين، كينتظرنا على القبر، ما عندناش شي حاجه من غير القبر، فهمتيني؟ راه واخا عطيتي البراكه هذيك، شوف باختصار الكلام هادي فهمتيني اللي غنقول لك، هو هاد الناس كاينه 30 براكه هنايا فهاد القنت هذا، صوت يتصوروا بها، كيتصوروا بها باش يضربونا حنايا 950، راه ما يمكنش، راه ما يمكنش خويا الناس كيضربوا بين الماء، بغاو يضربوا المثال بهادو هو واش حنا عارفوا من جوع فهمتي، راه ما كنساميو اخويا حتى الحزب، ما كنساميو حتى الحزب، خافوا من الله حتى الحزب، حاجه اخرى ما كنعرفوش بين الملك اخويا دخل في هادشي مباشره، وعاش الملك، مع الملك اصاحبي قلبا وقلابا، مع الملك اخويا حنا ما جميتو، ولكن بهذه الطريقه هذه اخويا واحد عنده دار وعنده عايش كيما بغا، فهمتيني فهمتيني، شردوا فينا المدير ديال العمره انت هو كيلعب في هادشي، القايد كيلعب في هادشي، المخدمين كيلعبوا في هادشي، وشيخ مخدم اخويا كيلعب في هادشي بزاف، وعندك بزاف راه كاينين ضواحي هنا ملايين هنا يا خويا، راه الضواحي تقريبا راه واحد شي حاجه اللي هي خياليه هاد الناس اخويا، راه شوف بعيد اخويا هاد الناس دورة المناصر 41 عام اصاحبي، دم بنادم 41 عام اخاي، ونشوف الطريقه هذه هي، وحنا البادية قبلناها ما قلنا حتى شي مشكل، باش تجي خي تشركني مع واحد اخويا تعطيني اخي 40 متر يلاه غادي نديرو ليها اخويا، يلاه هاد السيد يشرق انا كنغرب، بغينا نبيعو ما غاتباعش، بغينا نبنيو ما غاتبناش، ايوا شنو هو الحل؟ نبقاو في الزنقه، ما يمكنش نبقاو في الزنقه، ما يمكنش، بغينا حولو كان اللي بغاها تبقى هنايا عطيوها تبقى اخويا في 40 متر تبقى في 40 متر، غاش وغادي 50 متر وكاينه بزاف الناس اخي المسؤولين، انا كنحيي نور الدين الزرق خدم اخويا جيت لمدينة خدم اخويا في البلاصه ديالو اخويا، وحنا كنا مغطيين اخي هنايا بمعتصم خمس سنين ما شناش، خمس سنين اللحية والو والو، عدالة وتخريب والتخريب، عدالة فين التنمية هنايا؟ فين العدالة هادي؟ حنا كنعرفو خويا القضاء هو اللي فيه العدالة، القضاء العدالة والتنمية قدراتنا خويا، وقوات جنبنا، تطلبوا الله عز وجل هاد الناس يشوفوا بعين ديال الرحمة اللي هما هاد الناس باقيين جداد، وكنحييهم هما اللي غادي يجاوبوا معنا حاليا، يشوف حل لهذا الطرف، هما اللي غادي يجاوبوا حل العداله التنميه، اي عداله هذه؟ اي تنميه هذه؟ هو حنايا ضاربين هنايا 41 عام، يلا 41 عام ووالدين الاولاد هنا ولدنا هنايا، جا واحد عاد تخرج بغا، وجا واحد اخويا اخي شنو نقول لك؟ واحد معتمد، تنطلبوا الله عز وجل هو الاول، والشريف راه لا ما تدخلش الشريف راه مازاله مازاله غتولي معلقه كرايات اخرين هنا سوريا، وحنا خويا ماشي خويا حنا الدب راه ما دخلناش هادشي هذا، هو كنخافو من الخالق، راه كاين الناس اخويا مستعدين اخويا لي ما تقربوش لينا بعدا اصلا كاع، واش عمرك شفتي محكمة اخويا كيدوزو 10 ديال الافراد وكيحكموا على تحكموا على 150 على 150 شخص تيدوزو 10 تيقول لك صافي خاطر تسنى الحكم خير صافي ما يمكنش ندخلو هادشي، خيقولوا للمحكمة هادشي خير حكم واحد احكام مسيسة وما خصش يكون، وانت دابا شنو هو بغيتي تهال الميزان ديال العداله بغيتي طيحو تاهو في هاد المشكل هذا ديال البنات، دخلتي تاهو بغيتي تاهو يبيع، وحنا القضاء كنحتارمو اخويا تاج ما يمكنش اصاحبي.
ما يمكنش اصاحبي ريحوا معانا ويديروا معانا قاطع قاطع تيبقى سليم دخل القاطع تسيسو وماش كيتحاكموا معانا باش كيتحاكموا معانا هاد البلاد هادي فهاد العرض هادي باش كيتحاكموا معانا باش كيتحاكموا معانا عرفتي باش يتحاكموا معانا بحال شي مارك مانك مانك لابس مزلفتين وقميجه وهني ما كاينش كاع اخويا ديرنا اخويا هاد مول البلاد هادي هي وديرنا اخويا الله يرحم الوالدين مواجهه مع السيد كتحاكمني بواحد السيد اخاي عنده اسم فلان بن فلان بن فلان بن فلان عنده ربعه عنده هو عاقل على جد 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 جدو ما كايناش اخويا هادي هي ما كاينش السيد هذا هو هذا اسم وهمي مصطنع وهذا هو اللي كاين اخويا تحاكمونا به الله يجازيكم بخير اخويا 50 متر ونزيدو بحالنا علاش ما جاوش يريبوا لكم قبل الانتخابات زعما لا قالوا لي لا داروا علينا قالوا لنا انتخبوا علينا نوقفوا عليكم منتخبنا على خنوش ما جاش عندنا ما شافش فينا ما نسمحوش ليه يشوف من حقنا احنا ضايعين يشوفوا الغمزه احنا ضايعين شوف اخويا الله يرحم لك الوالدين هذه رسالة نصيفطوها للملك يشوف من حالنا رحنا بعيد رحنا بعيد الله يرحم ليكم الوالدين